قالوا انه للسفر 7 فوائد وان ممر السعاده هو الممر اللي يوصلك لباب الطياره. عشان كذا اليوم معانا الترافل بلوجر مدونه سفر ساره عمر. مرحبا ساره. اهلا عبير، كيف حالك؟ عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله تمام بخير. ساره انت اول يعني اول وحده انا اشوفها سعوديه، وقالت لنا وحده من زميلاتنا كمان رؤى انه هي مره بتتابعك، انه انت ما شاء الله بتنزلي كثير صور وبتسافري كثير اماكن. كم بدات معك هذه الفكره انه انت تروحي من مكان للثاني وتسوي عنه مدونات؟ في البدايه كانوا صحباتي صراحه واهلي مره يحمسوني انه لازم توري الشيء ده في السوشيال ميديا او تشارك الناس تجاربك. فبدات اول شيء في انستغرام، ومن هنا صراحه يعني اتحمست شويه وصرت بدات في سناب شات. يعني ما اعرف صراحه ايش اقول لك، بس في اي عام بداتي يعني؟ كثير ناس يقولوا لي انه في اي عام بدات انك تنزلي؟ بدات تقريبا من 10 من 10 سنين تقريبا، بس بدايه السوشيال ميديا كانت من سنه. طيب وشغفك هذا يا ساره انك تحبي انك تستكشفي وتروحي تسافري من متى كمان بدا معاكي؟ بالطريقة الاستكشافية اللي أنا بدأتها دحين كانت تقريبا من 6 سنين أو 7 سنين. حلو. أتغير الستايل حقي يعني في السفر إنه يكون أبسط ويكون بطريقة مور أدفنتشرس، استكشافية، أجرب أشياء جديدة ما قد جربتها في حياتي. يعني كمان أنا لاحظت يا سارة في مدونتك أو على الانستغرام تحديدا إنه الأماكن اللي بتزوريها ما هي الأماكن المتعارف عليها سياحيا، طيب وتحبي تروحي أماكن مختلفة وربما تحبي كمان تزوري الأرياف، صحيح؟ إيش السبب؟ أيوة صحيح. المدن الكبيرة عادة تكون مليانة سياح ومهيئة يعني كومبليتلي للسياح، فتلاقيها زحمة، ما تقدري تتعرفي على أهل البلد، ما تقدري تتعاملي معاهم، تشوفي طريقتهم. ففي الأرياف الطريقة مرة مختلفة، الناس يعني بالعكس يحبوا يتعاملوا معاكي، يدخلوك بيوتهم، يوروكي كل شيء، كيف طريقة حياتهم. يعني حتى في أشياء ما كنت أتوقع أني أنا حجربها، زي أني مثلا أطبخ معاهم، أكل معاهم، أجلس في بيتهم. هذه الأشياء صراحة كانت تعني لي مرة كثير. يعني يا سارة احنا شايفين في الصور قد ايش انت بسيطة لما بتسافري، شايلة الباك باك وبتسكني يمكن عند عوائل بسيطة زي ما بتقولي، بتتعلمي منهم وبتستفيدي منهم. كم مدينة سافرتي؟ المدن مرة كثير، بس الدول تقريبا اكثر من 35 دولة. 35 دولة، يعني هذا عدد مرة كبير. يعني طب لو بدي أسألك إيش هي المدينة أو المنطقة اللي كانت أقرب ليكي؟ أقرب واحدة صراحة بالنسبة لي هي مونتينيغرو أو الجبل الأسود، لأنه فيها الأشياء اللي أنا مرة أحبها، الناس فيها مرة بسيطين، فيها الشواطئ مرة كبيرة مرة كثيرة، وفيها طبيعة، أنهار، جبال، كل شيء فيها. فهنا حسيت، تعرفي لما فجأة كده تلاقي إنه خلاص هذه البلد اللي حسيت نفسي فيها. جميل. طب إيش أكثر حاجة تعلمتيها في السفر سارة؟ الشيء اللي تعلمته صراحة إني ما أقول لا، أجرب كل جراءة. شيء يعني أي تجربة جديدة، سواء كنت خايفة بالضبط، أيوة، سواء كنت خايفة أو ماني خايفة، لا أبغى أجرب. يعني حتى في أوقات اللي تعرفي فجأة تفكري تقولي أنا ليش ورطت نفسي كذا، ليش بسوي في نفسي كذا، بس بعد التجربة خلاص تقولي لا صراحة أنا إنسانة بطلة، أنا إنسانة، هذا إنجاز بالنسبة لي. سارة قلتي إنه أنت كنت بتطبخي معاهم وتجربي معاهم أنواع الأكل التقليدية اللي عندهم المختلفة، هل جربتي شيء مثلا إحنا شيء مختلف عندنا مش طبيعي من أنواع الأكل مثلا؟ لا صراحة، هم يعني أغلب الناس في أكلات
مرة مختلفة عننا، وفي أكلات اللي يعني تكون قريبة نوعا ما من عندنا. يعني حتى مثلا آخر تجربة جربتها في الطبخ كانت المنتو، فتخيلي يعني نفس المنتو حقنا بس بطريقة شوية غير عندهم، نفس الشيء. اوكي طيب كمان بس طبعا اسمه هيكون غير. ايوه طيب كمان بنعرف انه اكيد كنت حريصه تحضري او تزوري المدن خلال المواسم، سواء كانت لعاداتهم الشعبيه او حضرتي بعض الزواجات او لاي نوع من انواع التقاليد اللي تكون متعارفه عليها. ايش اكثر تقاليد اثرت فيكي من ناحيه الشعوب؟ أكثر شيء التقاليد اللي حسيتها غريبة، يعني ما هي غريبة بس إنه ألاقيها برا غير عندنا، في أوكرانيا. يعني رغم اختلاف ديانتهم، هم أغلبهم أرثوذكس أو كاثوليكس، إلا إنه مرة يشبهونا في يعني نحن كمسلمين. عندهم الرابط الأسري مرة قوي، عندهم يعني تعرفي لما نروح بيت الجدة كذا ونتجمع كلنا. صحيح. نفس الشيء عندهم هناك، أنا ما توقعت صراحة أنه أشوف ده الشيء في دول ثانية غير عندنا، بس شيء مرة حلو. بالضبط. طيب سارة، أنا لاحظت كمان أنك تحب تنزلي مو في فنادق فخمة، تحب تنزلي في هوستل ولا بيد أند بريكفاست والأشياء الصغيرة، يمكن كمان حتى هوست فاميلي. قد إيش ممكن الميزانية أنه تأثر في السفر؟ يعني في ناس يقولوا مثلا والله إحنا ما نقدر نسافر عشان ما عندنا فلوس، لكن هل ممكن أنه الواحد يسافر بميزانية صغيرة ويستمتع يعني في الحياة؟ أيوة صراحة الهوستلز توفر عليك مرة كثير من ناحية الميزانية. يعني مثلا إذا كانت سفرتك خلال أسبوع بالطريقة اللي هي تقليدية، تقعد في فندق 5 نجوم ومطاعم وكل شيء مرتب، هذا حتكلفك يعني نقول مثلا 20,000. بالطريقة هذه أنت بتنزل ميزانيتك إلى 5,000 ريال تقريبا، بسكن بأكل بكل شيء. وغير كذا انت لما تسكني في هوستل حتتعرفي على ناس من كل مكان في العالم، فيساعدني انا لما اسافر لحالي انه اتعرف على الناس سواء من نفس البلد او من كل مكان، وفي يعني يكون شويه تبادل خبرات بيننا نحن كمسافرين. جميل. سارة كفتاة سعودية، ايش المسج اللي انت قدرتي توصليه لشعوب العالم اللي انت كنت بتروحي وتشوفيهم عن السعودية وعن الفتاة السعودية تحديداً؟ الشيء الحلو في الرسالة هذه أنه تغيري خلفيتهم، لأنه حقيقي الخلفية اللي عندهم عن السعودية أو عننا نحن يعني كشعب ما في يعني كل اللي عندهم أنه نحن ناس شوية مقفلين، أنه نحن ناس مثلا كيف اقول لك، يعني بالذات البنت السعوديه نحن لا نشتغل وما ندرس ما نخرج من بيوتنا، فهذا الشيء يعني كان يعني مفاجاه بالنسبه ليهم. فانا صرت بحاول اوصل لهم ترى نحن عندنا سيدات اعمال ما شاء الله نفخر فيهم، نحن عندنا سيدات ماسكين مناصب عاليه في شركات عالميه، نحن بنتخرج من الجامعات وبنشتغل يعني زينا زي اي بنت عايشه في اي مكان في العالم. ايوه يعني هذا الشيء مره كويس ومره حلو صراحه. ساره اكيد صارت معاكي كثير مواقف، منها الحزين ومنها السعيد، حكينا عن المواقف الطريفه اللي ممكن تكون صارت معاكي هناك. اكثر موقف افتكره وصراحه الى الان ما اقدر انساه، اني طلعت كان في تور حقت بسكليتات، وانا اخر مره يمكن ركبت بسكليته كان عمري 10 سنين، ما افتكر يعني مره زمان. فطلعت في البدايه تعرف اللي شويه انت ضايعه حايسه ماني عارفه امسك البسكليته زي الناس، بعدين شويه تحمست صرت ايش مسرعه وصرت في بدايه ورا التور جايد على طول، فهو ماشي وانا طايره ورا، ووقف عند زي قلعه كان في حوالينها حواجز. طبعا انا جايه بكل سرعتي خشيت في الحواجز، طيحت الدنيا كلها، العساكر اتلموا علي مره من كثر الخوف، انا صرت اضحك وصار هم ما يتكلموا انجليزي، هو صار بيشرح لهم ترى يعني يا جماعه معلش هي سايحه بس. هذا الوقت اللي من جد تمنيت الارض تنشقت بلعني. لا مو لدي الدرجه. طيب حلو انه يعني في بعض البلدان تروحيها هم لا يتقنوا اللغه الانجليزيه او اللغه العربيه وغيرها، فبالتالي الواحد احيانا يحاول يعبر بالاشاره بس عشان يوصل المعلومه. كيف بتشوف التبادل الثقافي فيها؟ ايه صحيح.
هو حيكون صعب، بس غالبا يعني نحن يعني يكون معايا في تور جايد يتكلم انجليزي، حتى لو كان سكان اهل البلد ما يتكلموا عربي او انجليزي، يعني التور جايد هو اللي حيساعدك يوصل المعلومات شويه، وحلو انك تتعلم شويه من كلامهم، يعني طيب تاخذي لك كلمه من كل بلد. كنت ابغى اسالك، انا مثلا دائما من لما ابحث اني ابغى اسافر اشوف ارجوحه نهايه العالم ونفسي اروحها، رحتيها زرتيها او لا؟ ايوه شفتها. اي لا ما زرتها للاسف، بس ان شاء الله هذه في الباكت ليست على قولهم، بحطها ان شاء الله. ساره يعني 35 دوله ما شاء الله سافرتي، يعني يمكن زرتي اغلب مدن ودول العالم، فين باقي لسه ما رحتي؟ يعني العالم فيه له 195 دولة، لسه عندي وقت إن شاء الله أخلص العالم كله، يعني مستعدة ومتهيئة نفسيا إن شاء الله. طب سارة، أنت حكاية أنه أنت تسافري أو أنك تروحي تكتشفي بلدان، أنت بتشتغلي عندك وظيفة، والسفر ده خلاص خلاك تنسي كل الدنيا وتروحي تسافري طول الوقت؟ لا صراحة أنا ما أسافر طول الوقت، بس عندي يعني في النهاية أنا أم وعندي زوجي وأولادي. جميل. وبيتي، فبس عندي فترة في السنة، أيوه عندي يعني فترة معينة في السنة أنا أحددها أني أطلع فيها أستكشف فيها دول يعني وبلدان والأشياء الجديدة وتجاربي كلها. بتسافري لحالك ولا مع زوجك وأولادك؟ لا أسافر مع زوجي، أو هو يطلع لحاله وأنا أطلع لحالي، نتقسم السفرات. طب حلو. سارة قولي لي، هل السفر يثقل الشخصية؟ أيوة طبعا، يعني بالنسبة لي هذا الشيء يعني مرة غيرني من ناحية الثقة أولا، لأنه صراحة ماني إنسانة اجتماعية أو عندي ثقة في نفسي، بس لا السفر والتعامل مع الناس يخليكي شخصية تقدري تعتمدي على نفسك في أشياء مرة كثير، تكوني اجتماعية. وإني أكون اجتماعية هذا مو بس في السفر، حتى هنا لما رجعت السعودية هذا شيء مرة ساعدني كثير. كمان سمعنا أنه عندك مشروع لموقع أونلاين للرحلات الجماعية، لو تكلمينا شوية عن هذا المشروع. طيب المشروع هو بدأ لأنه كان بيجوني فولورز مرة كثير بيسألوني أنه طب ما حتبدأ تسوي رحلات، نبغى نطلع، نبغى نعيش تجاربك. فهم صراحة اللي ألهموني أنه أوكي لازم نبدأ نسوي شيء للبنات وللشباب عامة. فسوينا الموقع مقسم لأربع أقسام، للناس اللي حبوا المغامرات، وفي قسم للناس اللي حبوا الرحلات التطوعية، وفي قسم للرحلات اللي تكون شوية ثقافية. وطبعا مو كل الناس يعني يقدروا للترافل ستايل هذا، فسوينا قسم اللي هو شويه للراحه والرفاهيه اللي شويه تدلعي نفسك فيه يعني. بس ان شاء الله خلاص على وشك نخلص من الموقع باذن الله. جميل. يعني انت عامله الان مخطط انك انت تعملي رحلات سفر للبنات بس؟ حيكون ايوه في للبنات بس، وطبعا في مختلط وفي للشباب، يعني خليناها منفتحة للكل صراحة. طب تتوقع يا سارة ايش اللي يخلي البنات ما عندهم الجرأة انها تقدم على خطوة انها تسافر لوحدها في اماكن زي كده؟ هو تقريبا عامل الخوف، يعني يعني كثير كانوا بيسألوني طب انا مستحيل اسافر لحالي، يعني طب لو ضعت، طب لو صار لي كذا. حيحسوا شوية أريح لما يطلعوا في جروب ويجربوا الأشياء اللي بنسويها، التجارب هذه كلها والأدفنتشرز، حيكون شوية أريح بالنسبة ليهم أنه في جروب ليدر، في ناس معاهم، ما هم لحالهم. أكيد أكيد. سارة سارة أبغى أسألك، يعني أنا أبغى أسأل عن أغرب منطقة زرتيها وتفاجأتي بتقاليد الشعب هناك فيها، قلت لا هذا أنا ما حقدر أجلس هنا، أنا لازم أمشي. صراحة ما أفتكر إنه مريت، لأنه أنا طبعي يعني أحب أتكيف مهما كانت الأمور سيئة. حلو. يعني أحاول قد ما أقدر. صح في تجارب شوية صعبة، يعني أحيانا أنا إنسانة أخاف من الحشرات يعني هذا مثال،
بس اطلع كامبينج، صح ممكن تلاقيني اجري من مكان لمكان عشان في حشره او شيء، بس لا اتكيف وخلاص اسكن في الخيمه حقتي، اكمل اليومين حقي، اغصب نفسي اني اعيش التجربه. سارة عمر ترابل بلوجر، شكرا لوجودك معنا. يعني اكثر شيء انا عجبني في الموضوع لما قالت انا اسافر لحالي وزوجي يسافر لحاله، يعني متفقين من بدري. لا وحبيت انه انا برضو يعني قريت انه هي فعلا تبي تعمل رحلات سفر للبنات، قد ايش الفكره اللي هي يعني تبي تسويها تساعد انه البنات ينطلقوا يتجرؤوا ويعتمدوا على نفسهم بالضبط. طيب مشاهدينا خلونا نطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي.